الله معكم من جديد، هالمرة بحلقتنا من كلمات يسوع الصعبة بالإنجيل، نص كتير قليل يلي بيتقبلوه، لأنه ببين فيه يسوع عنيف، ببين فيه ما بيحب المرأة، ببين فيه قاسي بكلامه، لبل يمكن يوصل لحد الاحتقار إذا كنا فهمناه غلط. هالنص بخبرنا عن امرأة كنعانية جاي تطلب من يسوع شفاء بنتها، وبتعرف إنه هالبنت يمكن بمرضها سكنها شيطان، ولكن يسوع ما بيرد عليها أول مرة، تاني مرة بيقلها شو بدك مني، وتالت مرة بيقلها لا يحسن أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. وإذا بدنا نفهم مظبوط هالجملة بإطارة، منلاقي إنه كأنه عم بيقلها لهالمرأة الوثنية إنها معادلة للكلاب، أو يمكن عم يجمل كل الوثنيين بكلامه. النص مأخوذ من إنجيل متى الفصل 15، والقصة كلنا منعرفها. بيتبلش خرج يسوع من هناك وذهب نواحي صور وصيدا. إذن خرج من منطقة يهودية وراح إلى نواحي صور وصيدا. صور وصيدا بعيد عن بعضهم أكيد، بس مجرد ما الإنجيل متى يجملهم بالكلام مع بعضهم فمعناتها أنه بده يوصلنا رسالة معينة. صور وصيدا عادة هالمدينتين مجموعين بالعهد القديم بنبوءة أشعيا، وبيعنوا دايما الأراضي الوثنية، الأراضي غير اليهودية يلي سكنها ناس غير مؤمنين بالإله الواحد. إذن صور وصيدا منا مكان جغرافي فقط، قد ما هي فكرة روحية عم بيجرب يعبر لنا فيها الإنجيل متى عن الغربة الدينية أكثر منا عن الغربة الجغرافية. وبما أنه بلش بكلمة خرج يسوع من أو انسحب يسوع، إذا بدنا نعطيها الترجمة المضبوطة للكلمة اليونانية، هالانسحاب أو هالخروج بيعبر دايما بإنجيل متى عن رحلة أو مسافة بيقوم فيها يسوع لما يكون مهدد. بعدة مرات بيكون يسوع مهدد بالقتل من قبل الفريسيين، من قبل الكتبة بإنجيل متى. لما ينسحب معناتها عارف حاله أنه مهدد بحياته، مهدد بالقتل. وبكفي النص بيقول إذا امرأة كنعانية خارجة من تلك البلاد، وهي تصيح. كمان المرأة الكنعانية خرجت، هي خرجت من أرض الوثنية، ويسوع خرج من مطرح ما لازم يكون بأمان، ولكن بالحقيقة هو مهدد. اثنين خرجوا، هو كيهودي خرج من منطقته، هي كوثنية خرجت من منطقتها. ومجرد ما يسميها النص كنعانية بنعرف أنه كمان هالتسمية هي تسمية دينية، لأنه ما كانت بقى هالأراضي مسمات بهيداك العصر بأرض كنعان. فإذن عم بجرب متى يرسم لنا إطار كتير قوي تيقلنا أنه في مواجهة بين اليهود والوثنيين، بين جغرافية صور وصيدا من جهة وجغرافية الأراضي المقدسة من جهة. بتنيناتهم فيهم تهديد، المرأة مهدد بنتها الشيطان، ويسوع مهددين الفريسيين بالقتل. الخروج مثل ما قال البابا فرانسيس، الخروج إلى الضواحي. راح يسوع إلى ضواحي صور وصيدا، بس كمان المرأة الوثنية خرجت لتلاقي يسوع. خروج كتير مهم ليلتقوا باللا مكان، باللا مطرح. مش مضطرة المرأة الوثنية تصير يهودية لتلاقي يسوع، ومش مضطر يسوع يتخلى عن انتماءاته ليلاقي المرأة. وكأنه عم بفهم تلاميذه ونحن معهم إنه هالخروج باللا مطرح هو مكان الله، هو المجال المفتوح لحتى نلتقي من دون ما حدا يسيطر على التاني، يفرض على التاني منطقه، رأيه، دينه، انتمائه. وبكفي النص بخبرنا أول شيء عن شخصية المرأة أو عن الحركات والكلمات يلي قامت فيهم. إذا أخذنا شخصية المرأة كيف تطورت خلال النص، منلاقيها بالأول تصيح، والكلمة اليونانية آسي بتقول كانت تنبح، يعني تصيح وأشد الصياح. يعني بالنص عم بيخلي القارئ اليوناني يقشع
أنه في شبه بينها وبين صغار الكلاب. هي عم بتصيح، ما جوابها يسوع بكلمة، بس أول كلمة قالتها هي رحماك يا ابن داود. ابن داود يلي هو لقب يهودي للمسيح المنتظر، وكأن هالمرأة بتعرف من هو يسوع المسيح المنتظر، بس عم تستعمل كلمة يهودية، عم تستعمل لقب بتستعمله الكنيسة المتوية، كنيسة متى، يا ابن داود إن ابنتي يتخبطها الشيطان تخبطا شديدا. ولكن يسوع ما جاوبها ولا بكلمة. غريب إنه حتى ما احترمها، ما عبر، ما عطاها قيمة، إنه ما جاوب، بقي ماشي. وهيدا نوع من التجاهل قاسي كمان بمواقف يسوع، لدرجة إنه حتى تلاميذه قالوا له يا عمي أجبها، خلصنا منها، أجبها فإنها تتبعنا بصياحها. القارئ السطحي بيقدر يقول يعني تلاميذ أحسن من يسوع، هن عم يتشفعوا للمرأة، عم يتوسطوا لها حتى يسوع يصرفها. ولكن إذا أخذنا النص اليوناني بشكل أدق، منلاقي إنه هالتلاميذ ما قالون جلادة بقى يتحملوا صوتها، اصرفها، لاقي طريقة إنه ما بقى نحنا ننزعج. يسوع مش همه إذا تلاميذه بينزعجوا أو لا، همه إنه يمشي تلاميذه والمرأة بمسيرة إيمانية يوصلن فيها للهدف يلي هو بده إياه. بيرجع بيقلن بجوابهم لم أرسل إلا إلى الخراف الضالة من بيت إسرائيل. هالكلمة موجودة فقط بإنجيل متى، وموجودة مرتين، حتى بالفصل 10 بإنجيل متى لما يسوع ودى تلاميذه 72-22 بيقلن بتروحوا بالأول إلى الخراف الضالة من بيت إسرائيل. بنفهم من هالجملة الإطار الموجود فيه يسوع بجامعة متى. الكنيسة المتوية هي كنيسة بأكثريتها من أصل يهودي، وكمان كنيسة أرادت أنه تحافظ بشكل دقيق على الشريعة اليهودية، على الناموس، على الكتب العهد القديم، على الكتب المقدسة. ولكن متى بده يكتب لهالجماعة ويخليها شوي شوي تطلع من إطار الضيق لحتى توصل للانفتاح الشامل. بالفصل 15 بيقول لم أرسل إلا إلى الخراف الضالة من بيت إسرائيل، وبالفصل الأخير من إنجيل متى الفصل 28 بيقول اذهبوا وتلمذوا كل الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. يعني عم بفرجينا متى مسيرة كنيسته من الخصوصية إلى الشمولية، من الانغلاق إلى الانفتاح. ما بيقدر دغري يجي يفرض عليهم أنه بدكم تكونوا منفتحين، بده يفرجيهم يسوع بإطاره اليهودي، بعائلته اليهودية، بانتمائه للشريعة، ما جئت لأنقض الشريعة بل لأكمل، لحتى يمشيهم شوي شوي إلى ما يريده يسوع من هالجميعة، انفتاحها على الجميع. وهون نتذكر الخروج، يسوع بده يخرج، كما أنه المرأة الكنعانية كمان بدها تخرج من منطقة الوثني لتلتقي بيسوع. ساعتها بالمرحلة الثانية بتجي المرأة تسجد أمام يسوع، كانت لحقته من خلف، ما عطاها جواب، اجت وسجدت قدامه، ما اكتفت تقول له رحماك يا ابن داود، فسجدت له. يعني عم بتعبر عن إيمانها بأنه هالابن داود، هالمسيح المنتظر، هو أكتر من مسيح بشري مرسل فقط لليهود. وبتهوني طلبها يختصر بكلمة بتقله أغثني يا رب، ساعدني يا رب. خففت الطلبة، مش عم تطلب بقى الرحمة القوية، رحماك يا ابن داود وبدي هيك وبدي هيك، بس مجرد حركة صغيرة، ساعدني يا رب. فبيطلع فيها يسوع، وساعتها هون بيقول الكلمة القاسية، مش منيح إنه نأخذ خبز البنين ونرميه إلى الكلاب. الكلمة قاسية كتير، ويبدو إنها كانت مثل دارج بهيديك الأيام، لدرجة إنه إذا بنقرأ بالتقليد الربيني بنعرف إنه أحد العلماء أو أحد الحكماء بالأحرى كان مسمى كلبين من كلابه روفوس
ورومولوس لأنه تيقول إنه أسماء يونانية، وكان الكلب حيوان نجس بالنسبة لليهود لأنه ما كانوا يتعاطوا مع الكلاب المدجنة القاعدة بالبيوت مثل أحياناً بمجتمعنا اليوم، كانوا كلاب شاردة على الطرقات. وبما أن أحياناً تتغذى من الجثث أو من الأشياء النجسة يعتبروه حيوان نجس، رغم أنه بموقعين أو ثلاث مواضع من العهد القديم بيبين الكلب كحيوان أليف بيحرس القطيع أو بيتابع مع الراعي. ولكن بالإجمال الكلب بالنسبة لليهود حيوان نجس، لبل ممكن أنه يشبهوا فيه الوثنيين غير المؤمنين بالله، غير المؤمنين بالشريعة، وكأنه ما عم يتغذوا من كلمة الله يلي بتطهرهم. فإذن بيقول لا يحسن أن يؤخذ خبز البنين. شافت المرأة أنه في ثغرة بهالمثل يلي عطاه يسوع، يؤخذ خبز البنين. بتجاوبه بتقله أكيد نعم يا رب، فصغار الكلاب تأكل من الفتات الذي يتساقط. يعني ما عم بطلب منك تاخد خبز البنين وتلقيه للكلاب، بس خليهم يأكلوا من هالفتات يلي عم يتساقط من موائد أصحابها. معناتها أنه عم بجرب متى يقول للجماعة الكنسية اليهودية أنه مش مأخوذ منكم بالقوة الملكوت، ولكن في أكل للكل، في خبز للجميع، ما حدا عم ياخد مطرحكم، لا يؤخذ خبز البنين، ولكن خليه يتساقط، دعه يتساقط، خليه ينزل على رواق. وصغار الكلاب يعني هالكلاب الداجنة، مش الكلاب النجسة يلي بالشوارع وبالطرقات وشاردة، ولكن الكلاب يلي بتبقى بالبيت مع أهل البيت مع الأولاد مع العيلة، ويلي بتاكل من الفتات الذي يتساقط. والشيء الغريب كمان يلي ممكن يساعدنا لفهم هالكلمة بالإطار، إنه بمتى الفصل 15 يلي بخبرنا هالقصة، في قبله قصة هي تكثير الخبز والسمك، معجزة عملها يسوع، وكمان بتتكلم عن الخبز لما كانوا هاليهود مجموعين وبدهم ياكلوا، وأخذ هالخمس خبزات وسمكتين وطعمه أكثر من 5000 إنسان. ما بعد ورفعوا سبع سلل من الفتات من البقايا. ومن بعد الفصل 15 بيرجع بيخبرنا معجزة تانية، ولكن بيقوم فيها يسوع هالمرة بجهة المدن العشر شرقي نهر الأردن، يعني بمنطقة بأغلبية وثنية. متى بيخبرنا عن معجزتين بتكثير الخبز والسمك يلي عملهم يسوع، مرة قبل قصة الكنعانية لمجموعة من أصل يهودي، ومرة ما بعد قصة الكنعانية لمجموعة وثنية. وكأنه قصة هالمرأة الكنعانية عم تربط بين المعجزتين. وكل هالمقطع من إنجيل متى بنسميه مقطع الخبز، لأنه كل مرة بيحكي فيه عن الخبز. خبز البنين ما عم يؤخذ منهم، بعدكن أنتوا من البنين إذا قبلتوا بشمولية يسوع. ولكن مثل ما بتاني معجزة قام فيها يسوع بتكثير الخبز والسمك، نرفع 12 إفة أو 7 إفف كل مرة عدد معين، معناتها دايما في فتات بيكفي الكل. 12 إفة بيرمزوا للشعب الجديد مثل 12 قبيلة من قبائل إسرائيل، والسبع سلل يلي رفعوهم بعدين بيرمزوا لكل الوثنيين يلي ممكن ياكلوا من خبز يسوع، من الخبز اللي عم يعطيه يسوع، من خبز الحياة. ساعتها بيقول يسوع كلمة تجاه المرأة، كلمة غريبة، بيقلها ما أعظم إيمانك أيتها المرأة، فليكن لك ما تريدين. المرة الوحيدة يلي بيستعمل فيها إنجيل متى لتكن مشيئتك أو ليكن لك ما تريدين مشيئتك، هي بالأبانة بالعظة على الجبل، بيقول أبانا الذي في السماوات لتكن مشيئتك، وهي موجودة فقط بإنجيل متى، مش موجودة بإنجيل لوقا، لتكن مشيئتك.
وهون يسوع عم بيقول لتكن مشيئتك لهالمرأة. الشخص الوحيد يلي قال له يسوع ليكن لك ما تريد أو ليكن لك ما تريدين هو هالمرأة الكنعانية. استعمل الجملة ذاتها يلي طلب منا أنه نصليها لله الآب، وكأنه عم بيقول له مش بس اذهبي بسلام إيمانك أبرأك، عم بيقول له لتكن إرادتك، لتكن مشيئتك. مثل كأنه هالمثل القاسي يلي فرجينا فيه ضيق وانحصار الفكر اليهودي يلي بيرفض الوثنيين، كأنه عم بيقلنا لتكن مشيئتك، يعني وبكفي إنه ما شاف أبداً أعظم من إيمان هالمرأة. ما أعظم إيمانك أيتها المرأة. نوصل لشخصية التلاميذ بهالنص. بالأول ببينوا إنه هن كتير منيح عم يطلبوا من يسوع إنه يصرف هالمرأة، بعدين بيختفوا، ما بقى إلهم دور فاعل أبداً، صار كل الأضواء مسلطة على يسوع والمرأة. نسي التلاميذ وكأنه عم يعطيهم درس إنه أنتو بدكن راحتكن، كتير منيح أصرفها، هي بتعرف شو حاجتها وعم تطلبها، وعم تطلبها بإلحاح. وحتى وقت اللي قال لي يسوع إنه أنت وثنية، أنت يمكن أي مطرح عم بتفتشي، قالت له ما بدي أخذ مطرح حدا، بدي يكون أنا مطرحي عم بأكل من هالخبز الفتات المتساقط. بطلت تقول له رحماك يا ابن داود، طلعت بإيمانها لتجرد أكتر، قالت له ساعدني يا رب، وبالآخر ما بدي منك شي بس اترك الفتات يتساقط. المسيرة الإيمانية يلي عملتها المرأة هي مسيرة تجرد شوي شوي، حتى إيمانها يطلع من الأشياء الأرضية العملية لحتى صار طاهر نقي، ما بقى بدي شي، خليني بس كون حدك عم بياخد من هالفتات المتساقط، من هالخبز الحياة، ما بقى بدي منك حتى هالحركة أو أغسني أو رحماك، بدي تكون أنت وأنا بمطرحي. وكأنه عم بيقلن يسوع مش بالضرورة يصير الوثني يهودي حتى يأكل من خبز البنين، مش ضروري حتى تصرخ رحماك يا ابن داود أو تتبنى طريقة عيش وطريقة تفكير وطريقة إيمان اليهود، بكفي إن تؤمن بيسوع، بتضل وثنية. إذن فينا نقول هويتها رجع ليها يسوع مع خبز الحياة، والتلاميذ أخذوا درس، تعلموا أو لقنوا يسوع درس قاسي لإلهم هني. هيدي المرأة عم بيقول يسوع لتكن مشيئتك، مثل ما التلاميذ هني بيصلوا لالله الآب. منشان هيك منقول إنه بالنهاية بإنجيل متى رح يكون في مسيرة لكل التلاميذ لكل الجماعة لحتى يوصل بآخر الإنجيل، ما بقى في يهودي ووثني، بقى صار في إنسان مؤمن بيسوع. اذهبوا وتلمزوا كل الأمم وعلموهم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. إخوتي ما تنسوا موعدنا الأسبوع الجاي بحلقة جديدة من كلمات يسوع الصعبة بالإنجيل. الله معكم.